بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته المباركين الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة المشاهدون، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم مدرسة رمضان. تقبل الله منا جميعا الصيام والقيام وصالح الأعمال. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. فيا ترى ما المقصود من هذا الحديث؟ ولماذا كل أعمال ابن آدم له إلا الصوم؟ فإنه لله وحده، وهو سبحانه من يجزي عليه. في الحقيقة أيها الإخوة، عبادات المسلم قسمان: عبادات بالفعل وأخرى بالامتناع. عبادات بالفعل كالصلاة والزكاة والحج، هذه العبادات أيها الإخوة هي عبادات ترى وتشاهد، يراها الناس وتراها الملائكة، وتسجلها في سجل الحسنات. والقاسم المشترك بين هذه العبادات أنها مشاهدة وملحوظة، في حين أن الصوم أيها الإخوة هو عبادة بالامتناع. الصائم حين يصوم يمتنع عن الأكل والشرب، وهذا هو صوم العامة، وهو أدنى درجات الصوم. ثم قد يتجاوز الصائم هذه المرتبة إلى رتبة أخرى أعلى، بأن تصوم جوارحه، فيصوم بصره ولسانه، وتصوم يده عن البطش، وهي مرتبة أفضل لا شك من المرتبة الأولى. ثم مرتبة أعلى هي مرتبة صوم القلب، وهو صوم خاصة الخاصة، الصوم الذي يصوم فيه قلب المؤمن عن الاشتغال بما سوى الله تعالى. فبعض مراتب هذا الصوم أيها الإخوة أخفى من بعض. المرتبة الأولى الأقل خفاء، ثم المرتبة الوسطى أكثر خفاء، فصوم القلب هو الأخفى بلا شك. ولما كان صوم على هذه الدرجات من الخفاء، فكما قلنا لا تطلع عليه الملائكة، فلا تستطيع أن تسجل بإزائه الحسنات التي تقابل هذا الصوم. الله وحده سبحانه من يطلع على هذا الصوم في أي درجة هو، وكم الأجر الذي يستحقه هذا الصائم. ونظير هذا كل عبادة يتخللها الصبر. قال جل من قائل في كتابه العزيز: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذن الله وحده القادر المطلع على هذا الصوم، وبناء عليه فالأجر منه وحده، من لدنه سبحانه، هو وحده القادر على أن يجزي الصائم بما يستحق، وفضله زائد عما يستحق أيها الإخوة. هكذا نكون قد فهمنا وقاربنا هذا الحديث: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الله وحده هو القادر، وهو المطلع على هذا الصوم وعلى الأجر الذي يستحقه الصائم عليه. في الختام أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا عند النعماء من الشاكرين، وعند البأساء من الصابرين، وألا يجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. أشكر لكم حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.